عادل عادل عادل، تليفونك بيرن. الو الو، صباح الخير، ممكن اكلم عادل؟ عادل مين؟ عادل حجازي، مش ده رقمه؟ اه ده رقمه. انت مين؟ انت المدام؟ صباحية مباركة يا عروسة. ميرسي. انت مين؟ انا هدى زميلته، ممكن لما يصحى تخليه يكلمني ضروري ضروري ضروري. ايه ده؟ صباح الفل على احلى عرس. ايه ده؟ هو اللي بيعمل ايه معك؟ في واحدة كلمتك اسمها هدى وعاوزاك تكلمها، وبتقول ان انت زميلها في الشغل. مين هدى؟ انا ما عنديش زميله اسمها هدى على فكره. لا، واحده اتصلت دلوقتي وقالت لي انا هدى وعايزه استاذ عادل حجازي وصباحيه مباركه، فاكيد تبقى تعرفها ورقمها اهو. طب ماشي، كبري بقى، اكيد نمره غلط يعني. طب ما تكلمها تشوف مين دي. ما اكلمها ليه؟ انا اكلمها دلوقتي انا والقمر قاعدين. معلش كلمها، ما يجراش حاجه. ماشي. الموبايل مقفول. بقول لك ايه، انا مش هحاسب على الطقم ده، انا حاسبت على الطقم اللي فات، مش سيره هي. ماشي يا عم، ما تيجي نرزل على الواد عادي، زمانه صحي. تصدق فكره، انت جاي كده في اي رزاله يخرب بيت سنينك. طب رد على التليفون ده وافتح السبيكر. ارد ليه؟ معلش افتح السبيكر. رد. غريبه انت يا جيهان اهو. الو الو، صباح الخير يا استاذ عادل. انا من اشد المعجبات بتوعك على فكره. انا مين؟ انا شوقيه مساحات. خد خد، داليا شعباطه عايزه تصبح عليك. امسك يلا. صباح الفل. ايه يا عم بتقفش علينا كده ليه؟ انا وحبيبك شريف. قول له رفعت راسنا ولا كسفتنا كالعاده؟ شريف بيقول لك رفعت راسنا ولا كالعاده. بصوا يا جماعه، انا هريك دم. الله، زير بايخ يعني. اوكي؟ ده قفل يا ابني. قفل؟ لا يكون زعل يا عم. ازعل. تذكرت ولا ايه؟ اه. وانا ايه اللي قعدني مع ناس سكرانين بالشكل ده؟ طب مين اللي هيروحنا دلوقتي؟ ايه؟ هزار بايخ من ناس بايخين وسكرانين. اتأكدتي بقى؟ سوري يا حبيبي، ماليش حق عليا. ما جراش حاجة. خلاص يا حبيبتي. حبيبتي. ايه بقى؟ نفطر هنا ولا نفطر تحت؟ لا، اطلب لي شاي بلبن الأول، بعدين نبقى ننزل نفطر تحت. ماشي، شاي بلبن. شفتي الواد الحلو اللي انا جبته لك؟ ميرسي يا حبيبي. حلو؟ حلو قوي، جنن. بطلي قلة أدب بقى أنت كمان. هو إيه هو ده؟ لا دي صباحية كويسة عادية يعني. ماشي، هبقى أحكي لك بعدين. لا لا، ده صاحي ونزل تحت يعني سبقني، أنا قلت له هغير هدومي بقى والبسه كده وانزل. ليه يا بنتي؟ ما انا مهتمه بيه. هو في ايه؟ ده انا قاعده حتى اتفرج على فيلم ابيض واسود من اللي قال لي انه بيحبهم. انا برضو لا خالص، بالعكس، ده النهارده الصبح حصل حوار غريب جدا. واحده اتكلمت وقعدت تتدلع في التليفون وتقولي انا زميلته وعايزه ابارك له وبتاع، وانا مشيتها يعني. امشي. فين الشكاكه دي؟ لا طبعا، ولا شكاكه ولا غيوره ولا اي حاجه. لا لا، طلع مش عارف واحد صاحبه وقال لي بيعمل فيه مقلب حاجه زي كده يعني. وبيني وبينك بقى، انا ما بحبش اصلا الحركات دي. انا عايزاه يمشي عادل من اول يوم. وبعدين خدي بالك، انا اصلا ما خدتش وقت عشان اعرفه يعني. هما كلهم ايه، يومين ثلاثه. يا باي، يا بنت البواحه دي، ما تبقيش باي خمار عادي يعني. صحابه بيهزروا معاه في ليله الدخله، بتحصل كتير. بت او يكون دمك تقيل، بطلي. وبطلي الغنى اللي انت فيها دي، واحمدي ربنا ان جوزك عاقل. يا بت يا بت، حرام عليكي، هو في حد راقي الرجاله اليومين دول؟ امشي امشي امشي، انت هتفضلي هبله طول عمرك.
مين قالك مفيش رجالة؟ العشرة منهم بتلات تعريفة. هو الواد حلوة شوية. طيب طيب خلاص يلا هلبس بقى وانزل عشان ملطوش تحت كتير وهبقى أكلمك بالليل. انت فين؟ عندك رحلة؟ لا أنا في الأوتيل، عندي رحلة بالليل. طب يا ستي ربنا يهدي سركو، اعقلي بقى وانجوي، انت في شهر العسل ها؟ لا ادعي لي انت بس، ادعي لي كده ربنا يهدي سري وما تطلقش قبل الأربعين. ربنا يا ستي يهدي سركو ويبعد عنكو الشر. يلا بقى. مجنونة. حبيبي. حبيبتي. تحفة. حلوة قوي فعلا. دي برضه سهلة؟ لا بقى. يلا شوف حبيبتي. بصي حدوقك من دي؟ لا. ليه؟ لا خلاص بجد مش قادرة اكل. والله دي حلوة. لا 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 عندي صداع والله مش قادرة، أنا ما نمتش كويس على فكرة امبارح. صداع؟ ألف سلامة. مش كفاية بقى؟ اللي رايحة واللي جاية عمال تبص لها تبتسم لدي وبسبس لدي؟ هو أنا إيه مش مالية عينك خالص؟ يا أخي احترم نفسك شوية، ده احنا حتى ليلة الصباحية عمال لو متجوزني بقالك 20 سنة كنت عملت فيا إيه؟ شاهم وطي صوتك، الناس كلها بتبص لي. ثانيا انا ببص بدور على الجرسون عشان يجيب لك حاجه للصداع اللي عندك. يا سلام يا غلبان يا مسكين يا حرام، انا ظلمتك ها؟ انا اللي مجنونه وغيره، لكن انت مؤدب ومحترم صح؟ يا جيهان وطي صوتك. مش هوطي صوتي. ايه ده؟ ايه العرف ده؟ جيهان جيهان الو عملتي ايه يا عروسه؟ ايه ده في يا جيجي؟ مالك؟ انت بتعيطي؟ طب اهدي اهدي بس خليني افهم ايه اللي حصل. لا يا نوره لا لا انت مش فاهمه ده عمل فيا ايه؟ لا طبعا لا هسيبه، انا ما اقدرش اعيش مع واحد بصباص زي ده، ده بهدلني خالص، ده انا تعبت. لا طبعا لا هطلق، طبعا هطلق، انا ما اقدرش اعيش مع واحد زي ده. انت مش فاهمه ده عمل فيا ايه؟ ده فرج الناس كلها عليا، ده المطعم كله كان بيتفرج عليا.